فجأة في حياتك منصور. أنا دفنت جدة همام عشان محدش يشم خبر. منصور يا منصور. أهداف عاوز رجال يحرس البيت. تصور رفض ان انا اتعامل معاك وفض الشراكه بينا. ما قلت لك انه هذا واحد مجنون. واضح انه عايز ياكل التورته كلها لوحده. اطمن من هالناحيه، ما راح ياكل ولا فتفوتي من هون ورايح، وانت اللي راح تحل محله. افهم من كده مستر البير ان انا اللي هاكل التورته كلها؟ طبعا، بس بعد ما تعطينا حقنا بالتمام والكمال. تمام تمام يا مستر البير، بس انت بقى بعت لنا كام عمليه كده نحل بقنا، حتى اليومين دول الطلب زياده في السوق. لحظه واحده يا ماما، بظرف ايام رح ببعت لك شحنه بنفس مواصفات الشحنه الاولانيه. سلام. مع السلامه. ايه يا ماما، معلش حبيبتي كان معايا تليفون تاني. ايه مالك فيه ايه؟ طب ايه دي بس، انا مش فاهم حاجه، انا عندي ميعاد غدا هغير هدومي واجي لك على طول. مع السلامه. خير يا رب. انا عايز اقول لك اني خدت 50 فدان في وادي النطرون وضع يد، وعينت عليهم حارس كمان. الله ينور يا سياده النايب، هو ده الشغل. بس هتعمل بالارض دي ايه؟ لا مش الارض دي لوحدها، انا حاطط عيني على كام حته ارض كده، بس لسه ما حطيتش ايدي عليهم. بس ان شاء الله قريب قوي هيبقوا من نصيبي. الاراضي دي هستصلحها وازرعها فاكهه وابيعها لبلاد بره. بلاد بره؟ وانت ايه اللي هيخليك تعمل كده؟ اول هام ده مشروع يكسب ملايين. ملايين؟ امال انت فاكر ايه يا ابو مخ زينخ انت؟ طب وتاني هام؟ تاني هام الموضوع كده شكله هيكبر بين حسام ودياب، ومحدش عارف هيوصل لحد فين، وعشان كده قلت امن نفسي واعمل كيان لوحدي. قلتوليش بقى اعمل ايه على الغدا النهارده؟ دوري في المطبخ. انا نفسي في فتة بالخل والثوم، بس تكون باللحمه الضاني. الله، انا نفسي فيها موت. ريهام يا حبيبتي ما تنسيش ان مامي بتحب السلطه البلدي. ودي تيجي يا مامي، انا طبعا عارفه طلبك، وهعمل لك كمان سلطه الزبادي. بس انا مش بحب اللحمه الضاني، ولا انا ماليش راي في البيت ده. انا اول مره اعرف انك ما بتحبش اللحمه الضاني. انت لو كنت سالتيني زيهم كان زمانك عرفت. عمر يا حبيبي، تحب تاكل ايه على الغدا وريهام تجهزه لك؟ انا هتغدى بره عشان عندي شغل. هو ماله زعل قوي كده ليه؟ مالكيش حق يا ريهام، كان لازم تساليه هو الاول. اسمعي يا حبيبتي، محمد دلوقتي عايش معانا في بيت واحد، يعني من حقه علينا نعرف بيحب ايه وما بيحبش ايه. هو انا بس عارفه حاجه يا مامي، محمد يا غايب طول النهار بره، يا اما قاعد معايا ساكت ما بيتكلمش. يا ريهام يا بنتي لازم تعذريه، شغل الداخليه بيخلي الواحد روحه في مناخيره. شاهين ده مالها؟ في ايه؟ عاوزة تتجوز يا ماما. العيال انت جايباني من اخر الدنيا وقلقان، مش هتقولي شاهين ده عايزة تتجوز؟ طب ما تتجوز، ما هو شرع ربنا يا ماما. مش عاوزة تتجوز اي حد يا حسام. يعني ايه مش عايزة تتجوز اي حد يا ماما؟ قولي، انا مش فاهم حاجة. عاوزة تتجوز الراجل اللي اسمه طاهر المصطفي ده. شاهين ده اختي، عايزة تتجوز طاهر المصطهي. أنا من فترة بحاول أقنعها، الكلام ده ما ينفعش. فترة بتقنعي فيها الكلام ده داير بقاله قد إيه؟ بقاله ما في شوية كده، بس أنا ما حاولتش أقول لك عشان ما أضغطش عليك، لكن بعد كده وقت قلت لازم أقول لك. حسام أنت رايح فين؟ أنت إزاي؟ يا ربوع الصايع، أنت تتجنن وتتهبل في دماغك وتفتح أخت شاهدة في الجواز. ودي فيها إيه يا حسام بيه؟ إيه؟ أنا طالب أتجوزك، وده شرع ربنا، وأظن إنني ما عملتش حاجة غلط. ولا انت اهبل ولا تستهبل؟ انت مجنون؟ اجوز اخت انا العيل صايع وتاني السلاح؟ ما الحال من بعضه يا حسام بيه؟ واظن ان اللي بيته من ازاز ما يزقلش الناس بالطوب، ولا تكونش انت بتتاجر في الكنتالوب واني مش واخد بالي؟ انا حتى لو بتاجر في الزباله
انا اتولدت باشا وهعيش باشا وهموت باشا. انت اتولدت صايع وهتعيش صايع وهتموت صايع. اتولدت صايع ماشي، عشت صايع يمكن، انما هموت صايع اشك. عارف ليه؟ لان اللي قدامك ده مش طاهر المصطيهي بتاع زمان، انا بقيت واحد تاني. وعلى العموم يا حسام بيه، مهما غلطت فيه انا مش هزعل منك، لانك جبله جبله وجلدك تخين ومنحس خنزير ما عندكش دم ولا كده. يا باشا انا ما بزعلش منك لاني بحبك وخايف على مصلحتك، وعشان كده انا بحذرك خد بالك من دياب لانه ناوي يقتلك. هقتله وربنا المعبود اللي هقتله المره دي. دياب ابنه مات وتهمك انت في قتله، خد بالك منه لانه دلوقتي بقى عامل زي الطور الهايج على نفسه. يالا طور هايج على نفسه يالا وعلى اللي بيخافوا منه. انما انت وهو معايا كده ديتك رصاصه بسببت عليه. فانت الجوز سامع ولا لا؟ يا بنت يا زوزو، وانت كل شويه راجعه بمصيبه. حمام شوشار خارج من السجن وعرف اني اتجوزت عليه وحالف لا يجيب رقبتي ورقبه جوزي برقبه ازازه. شوشره؟ يا نهار مش فاهم. ده مين ده بقى ان شاء الله اللي عايز يجيب رقبتي ورقبتك برقبه ازازه؟ ده طليق الاولاني. طب وطليقك عايز مننا ايه؟ اصلا ما كانش يعرف اني اتجوزت عليه. لا على اساس ايه بقى؟ انت مراته؟ اي حد هاوي هنا يبقى مضيع عليه. مين ده؟ ده باين شوشر. لعله زوزو انتوا معاكوا دولار. سعيد منه ما يعرفوش. كده يا بنت يا زوزو تتجوزي على حمامه شوشره؟ وانت لعله الكلب اللي اتجوزها بايدك ما كانش العشاء ولا الغدا اللي بيننا يا زميلي. كده يخونك السرات اللي كان بيننا وبين بعضينا. شوشره عايزين نتفاهم. بص بقى يا معلم، انا اللي عملته ده لمصلحتك انت وزوزو اختي. قول لي ليه بقى؟ ليه؟ انا جوزتها المحلل، يعني خروف كوبري. مش انت طلقتها من ثلاثه؟ خروف ومحلل؟ هو ايه الحكايه بالظبط؟ اقعد انت بقى يا معلم. انت مين يا دي انت؟ انا مين؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انت هتنطى يا اد ولا اجيب رقبتك؟ انا الخروف والمحلل اللي بتكلموا عليه دلوقتي. هو انت؟ شاهد على روحك يا ليه بس يا عم حمام؟ ولا اقول لك اسمع عليك الاول؟ انا اقول لك على حاجه احلى، اللي اتكسر يتصلح. ما لازم تموت عشان اللي اتكسر يتصلح. زوزو دي حبيبتي انا، تمام؟ لازم ايه؟ تموت يا اما ترمي عليها اليمين وقتي. غالي والطلب رخيص، ايدك بس اروح اطلقها واجي لك. زوزو انت طالق بالثلاثه. مرضي يا عم. انت عايزاني اعمل ايه يعني وانا حاسس ان انا غريب في وسطكم؟ ده انتوا شكلكم كده عامل رباطيه عليا. انت ليه بتقول كده؟ لان دي الحقيقه، وانا كنت عارف ان ده هيحصل من الاول. يعني ايه مش فاهمه؟ يعني مفيش اقعد في بيت اهلك ده تاني. امال هنقعد فين بقى ان شاء الله؟ هنروح نعيش عند اهلي، على الاقل مش هحس ان انا غريب. بس انا بقى هحس اني غريبه. انت تمشي تابع جوزك يا ست هاني، ومطرح ما يروح تكوني معاه. يلا خشي لمي شنطتك خلينا نمشي من هنا. اسفه مش همشي. انت بتكسري الكلام يا ريهام؟ لا، لما تجهز لي شقه بقى عايش فيها لوحدي ساعتها هلم شنطه هدومي وهمشي معاك. تلوي دراعي. انا بقول لك على الصح، بس ده لو انت عايز تعمله. واضح ان ارتباطنا من الاول كان غلط.